الشرعية بالطبع على المستوى القانوني، على المستوى السياسي، على المستوى الانتخابي. أنا مع الشرعية. وكين يدير شرعية الحكومة ولا مجلس؟ أنا حكومة، أنا حكومة وأنا هو مجلس السياسي. الحكومة اللي موجودة توا في البلاد. باهي سامحني خاطر مانيش بنحكي خاطر حاجة ما نستعرفش بها ما نجمش نحكي لك عليها. مانيش مستعرف بين الحكومة مانيش مستعرف بين المجلس السياسي ما نجمش نحكي لك عليها. بالنسبة لي أنا بيرسونيلمون تنحى الحكومة توا، تكون شد بلاصتها. أنا نتصور تبقى هي وكاو. لا شرعية لا شيء صح. أعطيني نخدم ونروح على روحي. أنا نقول ما زلت. والله ما نحو حد شيء من البلاد، ما زال كل شيء. وكاني حتى بالعنية ذالي ما زال. خاطر شكون القادك ياكل القارب النهضة. نحن قعدنا هم بطالة فهمني ولا حاسيل وما غير ما نحكي لك خويا. سامحني ولا يا غزالي كل يوم تزيد تتطور، معناتها كل يوم تزيد تسمع كل حاجة، كل يوم تسمع حاجة جديدة. ما عادش فاهمين حد شيء، نحن توانسة الشباب تونس وكل شيء، شباب الديمقراطية ما عادش فاهمين حد شيء. شرعية في الرأد الرسمي توفى 23 أكتوبر. احنا فيش تا 23 بارح 23 اليوم 24 بوفيتش وينهم العباد عليه خارجين قبل بنهار. انا عطيني جينا حكومه باهي كان باهي البلاد هذاك اش عندي انا على انا بلاد تحكي يعني على تونس ما نعرفهاش سامح خويا نحنا سواء بن عليه ولا بغير بن عليه شرعيه مش شرعيه فهمتش لطيفه منيا تشد الحكم اللي مرحبا بيه اما خويا سايبونا اعطينا حريتنا خويا خلنا نعملوا نحبوا في الستاد نعملوا نحبوا نشعلوا فلامنا نعملوا دخلاتنا اي سياسه لازم تاخذ طون تاعها تاخذ الوقت تاعها مش معناها في بريود تاع عام معناها مش حكم على حكومه ذيك اي معناها اي حكومه تاع ديلي تاعها تاع بريود تاعها ومن بعد تحكم عليها شيء ما عملوا ولا شيء قاعدين في المستوى هي والله ما عندي حتى موقف انا معهم انا انسان عايش والسلام عليكم انا البارح نهار كامل راقده حتى موقف انه ما نتعرفش بيه الحكومه طبعا ليش خد معهم شيء الناس قاعده مش عارف سامحني في الكلمه ذي خرجوا عندنا الناس يعني اول حاجه يمشي يدوي روحهم سيكاتيك سيكولوجيك مو انسان قاعد في 10 سنين خويا في الحبس خرج ديريكت مو شد رئيس وزير سي نورمال اي شرعيه من شرعيه فما شرعيه كتباحه وتشوفها شنيا مع شنو معناتها البرنامج نتاعها هو شرعيه هي قانونيا معناها على حسب القانون الانتخابي اللي عملته الهيئه العليا لتحقيق اهداف الثوره معناها شرعيه وفات ولكن يعتبر انقلاب على الثوره وانقلاب على الشرعيه هذاك اللي صار في تونس انا اخويا اعطيني فهمني ترجع فهمني وفهم شيء عام تو عندها الحكومه الجديده ولا ما لينا حتى شيء يتبدل حتى شيء اللي كانوا نهار كل يظهروا في التلفزيون فهمني وشدوا الكراسي ما عادش يظهروا في التلفزيون ما عادش يظهروا والله انا كنت في عهد بن علي عايش خير من تو انا مع شرعيه مازلت نورمالمون خليو بلادنا معناها حتى اللي نتركح وكل من بعد نعمل الانتخابات ويستناو وقتهم حدو في مارس جوان ويعملوا الانتخابات